بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة السابعة. أخت السائلة نجاة شحاتة، مصرية مقيمة بالرياض. بإكمال الإجابة عن سؤالها الآخر الذي بعثت به، وها نحن نفي بوعدنا، فنعرض سؤالها على فضيلة الشيخ، وهو قولها: هناك رجل مسلم قد استدان من رجل من أهل الكتاب مبلغا من المال، وقد توفي هذا الرجل المسلم منذ 3 سنوات ولم يسدد دينه، وأهله لا يعلمون به، وقد أردت إبلاغ أهله عنه ليقوموا بسداده عنه، فرفض الدائن إبلاغهم دون أن يسامحه، وأنا أعلم ضرورة الوفاء بدين الميت، فروحه مرهونة بدينه، فما رأيكم في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الذي يلزم عليك أيتها السائلة أن تبلغي أولياء الميت بالدين الذي عليه لهذا الكتابي أو لهذا الذي ذكرت أن له عليه حقا، فيجب عليك تبليغ أولياء الميت، هذا ما يسعك. أما كونهم يسددون عنه أو لا يسددون فهذا شيء راجع إليهم، إن كان بالدين وثيقة وثبت فهذا يجب عليهم حتما أن يسددوه، وإن لم يكن به وثيقة إلا الشهادة التي أدليت بها فهذا لا يثبت الحق، ولكن يعتبر قرينة أو بعض قرينة أو بعض بينة، هذا راجع إليهم، والأحوط والأحسن لهم أن يبرئوا ذمة ميتهم من دينه. نعم. لو قامت هي بتسديده من باب الصدقة هل يجزئ هذا؟ هذا شيء طيب. نعم. لو قامت هي بتسديده أو أي مسلم قام بتسديده عن هذا الميت هذا شيء طيب، ويؤجر عليه وتبرأ به ذمة الميت. نعم إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع حاء ألف حاء من العراق، محافظة صلاح الدين. يقول: لي ابنة عم في سن الزواج وأريد أن أتزوجها، لكن المشكلة هي ابن عمي الذي هو أخوها، فقد رضع من أمي عندما كانت ترضع أختي الأكبر مني، فهل رضاعة ابن عمي هذه تبطل زواجي من أخته شرعا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا مانع من تزوجك من بنت عمك ولو كان أخوها قد رضع من أمك، هذا لا يؤثر ما دامت أنها هي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها، فلا علاقة بينكما، لا يجوز لك أن تتزوجها، الله تعالى أعلم. هذه رسالة من المستمع عبد المعطي ألف حام من اليمن صنعاء. يقول: إنه كان يرتكب كبيرة من الكبائر التي تستوجب حدا شرعيا على فاعلها، ولكنه عزم على التوبة الصادقة وندم على ما مضى وعزم على الحج، فيسأل: هل يلزمه أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي ليقام عليه الحد، أم تكفي توبته الصادقة ويستره الله في الدنيا والآخرة؟ فما رأيكم في هذا حفظكم الله؟ يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة، وأن يلتزم بدينه، فيؤدي ما أوجب الله عليه من العبادة والواجبات الشرعية، ويتجنب ما حرم الله تعالى عليه من المحرمات، وأن يصدق في هذه التوبة، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، ولا يتعين عليه أن يسلم نفسه إلى السلطة لإقامة الحد عليه، فتكفي توبته إذا صدقت وصلحت واستقام على دين الله وآمن وعمل صالحا في مستقبل حياته، فإنه إن شاء الله يكفيه هذا ولا يلزمه، بل ولا يستحسن أن يسلم نفسه أو أن يذهب إلى السلطة ليعترف بما جاء وقع له من الذنب، فليستتر بستر الله عز وجل مع التوبة الصادقة والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع حاء ألف ألف سوداني مقيم بالمملكة، بعث بسؤال يقول فيه: كنت أعمل في إحدى البلاد العربية وقد جئت إليها، وشهر رمضان ما قبل الماضي في بدايته، وقد صمت الأيام الأولى، ولكنني عملت عملا شاقا فأفطرت ما تبقى من أيام رمضان لشدة حاجتي إلى العمل، وقد زاولت أعمالا أخرى بعد ذلك وكلها شاقة، ولم أستطع قضاء الأيام التي أفطرتها حتى جاء رمضان الثاني،
وقد صمت الأيام الأولى أيضا وأفطرت الباقي، وإلى الآن أزاول أعمالا شاقة، فهل علي القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ أفيدونا أفادكم الله. يجب على المسلم أن يهتم بدينه، ولا سيما أركان الإسلام الخمسة كصيام شهر رمضان، وأن لا يتساهل في ذلك أو يلتمس المعاذير للتخلص من الصيام والإفطار في نهار رمضان. الله تعالى إنما أباح الإفطار للمريض وللمسافر وللمرأة الحائض والنفساء، هؤلاء هم الذين أباح الله لهم الإفطار، كذلك الإفطار للمريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، هؤلاء أباح الله لهم الإفطار في نهار رمضان. أما العمل الشاق هذا لا يبيح الإفطار، وعلى المسلم أن يكيف عمله حسب ما يستطيع مع الصيام، فيجعل العمل خاضعا للصيام ولا يجعل الصيام خاضعا للعمل، فيصوم رمضان ويعمل العمل الذي يستطيع معه الصيام، ولا يكلف نفسه العمل الذي لا يستطيع أن يصوم معه، والعمل الشاق هذا يتركه لغير رمضان. أما ما وقع منك من أنك تركت الصيام لأجل العمل الشاق كما ذكرت لسنتين، هذا يعتبر خطأ منك، كان الواجب عليك أن تسأل قبل أن تقع في المحذور. أما وقد وقع هذا الشيء فيجب عليك القضاء، يجب عليك قضاء ما أفطرت والتوبة والندم على ما فعلت، ويجب عليك مع القضاء عن أيام رمضان الأول أن تطعم عن كل يوم مسكينا، تقضي عدد الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين ومقداره نصف صاع عن كل يوم من الطعام. أما رمضان الموالي هذا يجب عليك قضاء الأيام التي أفطرتها منه فقط بدون طعام، الله أعلم. هل يلزمه القضاء فورا قبل حلول رمضان القادم؟ يلزمه قبل حلول رمضان القادم، نعم، لا يجوز له أن يدخل عليه رمضان القادم إلا وقد فرغ ذمته مما سبق مهما استطاع ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع سيد أحمد صادق، مصري الجنسية، يقول: في قريتنا مسجد وبداخله قبر شيخ يدعى البستاني، فهل يجوز إزالة هذا القبر المبني بداخل المسجد وندخل مكانه في مساحة المسجد؟ ففيه أناس يقولون إن هذا خطأ، وأناس يقولون الشيخ لا يضر ولا ينفع فلا داعي لإزالته، علما أن فيه حجرة وتذبح فيها الذبائح من نذور وغيرها، فماذا علينا أن نفعل به؟ أرشدونا وفقكم الله. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بناء المساجد على القبور واتخاذها معابد، وشدد في ذلك غاية التشديد والوعيد، قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وغير ذلك من الأحاديث الواردة في منع هذا العمل القبيح الذي يؤول بالقبور إلى أن تكون أوثانا تعبد من دون الله، وتذبح لها القرابين وتقرب لها النذور كما ذكر السائل، فإن هذا من أفعال الجاهلية ومن فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم وصالحيهم، وهذا هو الذي أوقع الشرك في قوم نوح عليه السلام لما غلوا في الصالحين والأموات وعبدوهم من دون الله، نسأل الله العافية والسلامة. وقد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، اتخذت القبور مساجد في كثير من الأمصار، وبنيت عليها القباب، وصرفت لها كثير من أنواع العبادات، وطلبت منها الحوائج من دون الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما ما سأل عنه من هل يخرج القبر من المسجد أو لا، فالواجب على المسلمين أن ينظروا في هذا الأمر، فإن كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد عليه بعد ذلك فالواجب هدم المسجد ويبقى القبر على ما هو عليه، لأن الأحقية للقبر، والمسجد هذا مسجد أسس على الشرك وعلى معصية الله ورسوله فيجب هدمه. أما إذا كان العكس فهو أن المسجد بني من الأول على أساس شرعي وعقيدة سليمة ثم دفن فيه بعد ذلك، فالواجب نبش القبر وإخراجه من المسجد وعود المسجد إلى شرعيته والتخلص من هذا الجرم العظيم، هذا هو ما يجب على المسلمين، فإذا كان لكم سلطة ومقدرة فنفذوا فيه هذا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ووفق هذه الأمة إلى أن تطبق أحكام دينها وما وصى به رسولها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. لو فرض أن المسجد كما تفضلتم هو السابق، نعم، قبل القبر، فما حكم الصلاة فيه قبل أن ينبش القبر؟ ما دام أن المسجد فيه قبر ويقصد للعبادة والصلاة
وذبح النذور فلا تجوز الصلاة فيه، لأنه أصبح آثرا شركيا ومعبدا جاهليا لا تجوز الصلاة فيه. نعم. عليهم فورا أن ينبشوا القبر وينقلوا هذه الجثة إلى المقابر. إذا كانت الجثة مدخلة في المسجد وحادثة فيه كما ذكرنا. نعم. هذه رسالة من المستمع إلياس علي من القصيم عقلة الصقور، يقول: لي أخ أكبر مني سنا وقد تزوج من امرأة وأنجب منها أولادا، وحصل خلاف بينه وبين زوجته ووقع فيه طلاق، ثم تزوج من امرأة ثانية غير الأولى، وطلب أن يسكن أولاده من زوجته الأولى معه في منزله ومع زوجته الثانية، فرفضت أمهم أن تفارقهم وسكنوا جميعا في منزل والدهم وهي طالق منه، فهي تسكن معه الآن في نفس منزل زوجته الثانية، فهل في ذلك شيء أم لا؟ لا يجوز لها أن تسكن في بيت رجل قد طلقها وهو يدخل في هذا البيت ويدخل غيره من غير محارمها، لا يجوز لها أن تسكن في بيته وقد طلقها وانتهت علاقته بها. أما لو كان لها بيت مستقل هي وأولادها وهو لا يتعلق به سكن المطلق ولا يدخل عليهم ويسكن معهم فلا بأس بذلك. أما والحال أنها بقيت في بيت الزوجية وهي مطلقة وكأنها زوجة له يدخل عليها وما أشبه ذلك من اللوازم، فهذا لا يجوز لها، واجب عليها أن تبتعد عنه وأن تكون في بيت مستقل لا يحصل به فتنة أو محذور. نعم. هذا الحكم في حالة لو كان الطلاق بائنا منه أو حتى لو كان الطلاق سؤالها أنه طلاق بائن، أما إذا كانت رجعية في العدة إذا كان الطلاق دون الثلاث وهي في العدة هي تبقى في بيته وتسكن معه، قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، هذا في المطلقة الرجعية ما دامت في العدة. أما المطلقة البائن إنها ليس لها سكنى ولا تبقى في بيت الزوجية بعد الطلاق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمود أبو زيد من السودان، يقول: أنا رجل متزوج وأريد الزواج من امرأة مطلقة وكلانا موافق على الآخر، ولكن أهلنا يرفضون هذا الزواج بسبب خلافات شخصية بينهم، هل يجوز لنا أن نتزوج سرا بأن نضع القرآن الكريم بيننا ويشهد عليه كل واحد منا برضاه بالآخر، أم أن العقد بهذا الشكل لا يصح؟ أفيدونا بارك الله فيكم. العقد بهذا الشكل لا يصح، العقد الصحيح هو أن يكون هناك ولي ومع الزوج، وأن يصدر الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، وأن يكون هناك شهود شاهدان فأكثر، وأن يكون هذا عن رضا من الطرفين، لا بد أن تتوفر شروط العقد. أما أن يحصل الاتفاق بينك وبين المرأة تقول على المصحف، هذا كله من الخرافات من البدع، وليس هذا عقدا شرعيا، وليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تعقد لنفسها، وإنما يعقد لها وليها. وما دام أن الأمر كما ذكرت أن فيه مشاحة بين الطرفين بين أقاربك وأقاربها فيه مغاضبة، فالأولى الابتعاد عن مثل هذا، والنساء كثير و هي ييسر لها من الأزواج ما يناسبها وأنت ييسر لك من الزوجات ما يناسبك بدون نزاع وبدون دخول في مشاكل. جزاكم الله خيرا من حضر موت. في سؤاله الأول في رسالته يقول: عندنا رجل تزوج بزوجة فوضعت له ولدا ثم توفيت، وتزوج الرجل بزوجة أخرى ولها بنت من زوجها الأول، فوضعت الزوجة الأخيرة ولدين، فتزوج الولد الذي ماتت أمه بالبنت التي صارت أختا لإخوانه، فهل هذا يجوز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا حرج في ذلك، يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه إذا كانت هذا البنت من رجل آخر كما ورد في السؤال، لأنه لا قرابة بينه وبينها، إلا إذا كان هناك رضاع، إذا كان هناك رضاع هو رضع من أمه أو هي رضعت من أمه حينئذ تحرم للرضاع، أما ما لم يحصل رضاع إنه لا علاقة بينهما ويجوز له أن يتزوجها، الله أعلم. سؤاله الثاني يقول: أخبركم بأني بعدما أنتهي من صلاتي أدعي بالدعاء الآتي، فأقول: اللهم تقبل صلاتنا وطهر قلوبنا وارحم والدينا واغفر لأمواتنا
وفرج همنا وارزقنا بالخيرات واغفر للمؤمنين والمؤمنات. أدعي بهذا بعدما أنتهي من الصلاة وبصفة دائمة، فهل هذا الدعاء يجوز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. أما ملازمة هذا الدعاء والمداومة عليه هذا غير مشروع، لأن هذا لم يرد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. أما إذا دعوت به بعض المرات ولم تلتزمه دائما فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. سؤاله الثالث يقول: أيضا لدي عادة أداوم على فعلها، وهي أنني أصلي ركعتين قبل النوم أقرأ فيهما الفاتحة وبعض السور القصيرة، فهل ذلك جائز أم بدعة؟ الوارد قبل النوم عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب التي يستحب فعلها أن يتوضأ الإنسان، أن ينام على طهارة، يتوضأ قبل النوم وينام على جنبه الأيمن ويقرأ بآية الكرسي وبالآيتين من آخر سورة البقرة، وأن يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أدعية كثيرة وجوامع. أما الصلاة قبل النوم والتزام هذا لا أعلم له أصلا من السنة النبوية. نعم. سؤاله الأخير يقول: إذا نوى شخص أن يعمل سوءا ولم يفعل، فهل تكتب عليه سيئة أم لا؟ ورد في الحديث أن المسلم إذا هم بالسيئة ولم يعملها أنها تكتب له حسنة، وهذا إذا ترك العمل بها خوفا من الله سبحانه وتعالى، إذا عدل عن فعلها خوفا من الله تعالى. أما إذا ترك العمل بها لأنه لم يتمكن من فعلها وهو ينوي أنه لو تمكن أن يفعلها فهذا يخشى عليه من الإثم بسبب نيته، فإذا ترك هم بالسيئة ولم يعملها خوفا من الله سبحانه وتعالى كراهة لهذه السيئة وعدولا عنها فهذا يؤجر على هذا وتكتب له حسنة كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذه 3 أسئلة بعث بها المستمع خ ذال تاء من الأردن، يقول: مضت معظم حياتي بلا صلاة، فما العمل الآن؟ أهو القضاء أم الكفارة أم التوبة؟ وكيف يتم كل منهما وبأي طريقة؟ الواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتحافظ على الصلاة طول حياتك الباقية، وأن تصمم على التوبة بشروطها التي هي الندم على ما فات والإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب نهائيا ومغادرته نهائيا، والعزم أن لا تعود عليه مرة أخرى. فإذا وجدت منك هذه التوبة وعملت بطاعة الله في المستقبل وحافظت على الصلوات فهذا يكفيك إن شاء الله، ولا قضاء عليك فيما سبق، لأنك فيما سبق ما دمت أنك تركت الصلاة متعمدا هذا كفر بالله عز وجل، لأن ترك الصلاة عمدا يخرج الإنسان من الملة حتى ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح من قولي العلماء. نعم. سؤاله الثاني يتعلق بالصيام أيضا، يقول: اشتغلت في بعض البلاد العربية مدة 4 سنوات ولم أصم شهر رمضان في هذه السنين الأربع، والسبب هو العمل الشاق والحر الشديد ومتاعب الأكل والغسل، فماذا علي الآن؟ إذا كان هذا متعلقا بسؤاله السابق وهو أنه كان لا يصوم يوم أن كان لا يصلي، فهذا كما ذكرنا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستقبل ما بقي من حياته المحافظة على الصيام والصلاة وبقية أحكام الدين. أما إذا كان ليس عليه قضاء لأنه فيما سبق ما دام أنه تارك للصلاة عمدا فهذا خارج من الملة، لا يصح منه صوم بدون عذر، يعني بدون عذر عمدا متعمد ترك الصلاة، أقصد الصيام، يعني الصيام لا يصح منه لو صامه ولا يصلي. نعم صحيح، الصيام حتى لو صامه ولا يصلي لا يصح منه الصيام، لأنه كما ذكرنا يعتبر خارجا عن الملة، لأن الذي لا يصلي ليس بمسلم حتى لو صام. أما إذا كان تركه للأشهر من رمضان في سنوات متعددة بعدما تاب إلى الله عز وجل وحافظ على الصلوات فهذا يقضي ما ترك، لأنه يجب عليه قضاء ما ترك إذا كان هذا بعد توبته من ترك الصلاة فهو يقضي ما وجب عليه. أما إذا كان تركه للصيام قبل توبته فهذا يعتبر مع الصلاة لا قضاء عليه فيه. نعم. سؤاله الأخير يقول: وقع شجار بيني وبين زوجتي فغضبت عليها غضبا شديدا وضربتها ضربا مؤلما وحلفت عليها بالطلاق، ولكن زوجتي أبت أن تفارق البيت وعاد كل شيء إلى مجراه الطبيعي، واستمرت حياتنا الزوجية وبعدها أنجبت 3 أطفال، ولهذه اللحظة
لم يعلم بما حصل بيني وبينها إلا الله سبحانه وتعالى، فماذا يجب علي أن أعمله الآن؟ أما ما ذكرت من غضبك على زوجتك وضربك لها فهذا شيء لا تحمد عليه ولا يجوز منك. يجب عليك إذا غضبت أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وألا تضرب زوجتك وتسيء إليها إلى هذا الحد. أما ما ذكرت من حلفك بالطلاق، أنت لم توضح ما تلفظت به. هل مرادك أنك حلفت عليها بالطلاق لتمنعها من شيء أو لتحثها على فعل شيء؟ هذا يجري مجرى اليمين على الصحيح من قولي العلماء، فعليك كفارة يمين. أما إذا كان قصدك من الحلف بالطلاق أنك أوقعت عليها الطلاق منجزا، طلقتها بدافع ما حصل منك من الغضب والضرب، وغضبك هذا لم يخرجك عن الشعور، الطلاق يقع، فإذا كان دون الثلاث وراجعتها تعتبر الرجعة صحيحة. الحاصل أن هذا لا بد فيه من توضيح لما حصل منك في هذا الطلاق، وأرى لك أن تتصل بأحد العلماء المفتين المعتمدين، تذكر له ما حصل منك وستجد الإجابة الشافية إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان بعث بهما السائل عين ميم 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 من مكة المكرمة، يقول: والدتي حجت مع غير محرم لها وعمرها يتجاوز 60 سنة، فهل حجها هذا صحيح أم أحج لها علما أنها قد توفيت يرحمها الله؟ إذا حجت المرأة مع غير محرم فهي عاصية تأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم للحج ولغيره. أما الحج في حد ذاته فهو صحيح إن شاء الله، لكن مع الإثم، نرجو أن يعفو الله عنها، وحجها صحيح حتى لو كانت في هذا السن الذي ذكر 60 سنة. ولو كانت، لأن الحديث عام. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عام للكبيرة وللصغيرة وللحج ولغيره، فهي تعتبر في هذا مخطئة وعاصية تأثم على ذلك. وأما الحج في حد ذاته فهو صحيح إذا أدته.